الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الفرع الأول طاعة ولاة الأمر، فقد فرض الله عز وجل طاعتهم في الكتاب والسنة، أوليس كذلك؟ الجواب بلى، بل تواترت أحاديث السنة بوجوب طاعة ولي الأمر. هل لولي الأمر الطاعة المطلقة؟ الجواب لا. أنا لا أعتقد أنه الله ولا أعتقد أنه رسول الله حتى أضفي عليه صفة الطاعة المطلقة، وإنما له مطلق الطاعة في طاعة الله ورسوله. فمتى ما أمرنا بشيء لا يتضمن مخالفة الله ورسوله فحينئذ نقول سمعا وطاعة، وأما إذا أمرنا بشيء يخالف طاعة الله ورسوله فنقول لا سمع ولا طاعة، لأن لهم مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فمن يضفي في هذا الزمان على ولاة الأمر الطاعة المطلقة فهذا في دينه وعقيدته خلل، خلل، لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم فقط، وأما غيرهم فلا يطاع الطاعة المطلقة وإنما مطلق الطاعة. هذا الذي ندين الله عز وجل به.